أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن المعتقلين السياسيين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون السعودية. وتأكيدات الصحيفة جاءت استنادا إلى تقارير طبية كانت موجهة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. المظالم في سجون المملكة ما عادت خافية عن أحد. صحيفة الجارديان البريطانية تصف في أحدث تقرير مستند إلى وثائق طبية رسمية سعودية أحوال القابعين في المعتقلات وقد عذبوا حرقا وصعقا وجلدا وضمرت أجسادهم وهزلت أطرافهم حتى ما عادت تطيق المشي خطوات معدودة. ويواصل التقرير وقد خرج مسربا إلى الصحيفة سرد أوصاف مؤلمة لما يعيشه هؤلاء من معاناة، وهم لفيف من حملة الفكر ودعاة ورجال أعمال وناشطات حقوقيات ضاقت السلطة بأصواتهم. وقيل أيضا إن تفقد أحوال السجناء والكشف عما طبع على أجسادهم من آثار التعذيب جاء بأمر من الملك نفسه، وقد قضت المملكة زمنا منكرة شهادات متواترة تروي جميعها صنوفا من التعذيب وقسوة المعاملة. وأيضا ما عملناه في السعودية كان أمر يبدو ولي العهد السعودي مبدع فكرة الاعتقال السياسي لدواعي اقتصادية، وقد اعتقل مئات رجال الأعمال في أحد أفخم فنادق الرياض. يبدو الأكثر ضيقا من السؤال عن أحوال سجناء المملكة، وقد تحدث تقرير الصحيفة نفسه عن اعتراضات أبداها مقربون منه حين طلب إجراء خبرة طبية على ما يزيد عن 60 سجينا، وحين نصح الملك بالعفو عمن ساءت صحتهم. المملكة وقد صارت رديفا لمصادرة الحرية تبحث إذن عن إصلاح ضرر لحق سمعتها، فتردد أنها تنصب محاكم لا يدخلها مراقبون مستقلون، وتنصب قضاة لا تعرف وجوههم، وتصدر أحكاما يجهل سندها. فعلى وقع ضغط دولي خانق خرج ثلاث ناشطات مؤقتا من سجنهن، وهن يجهن لما خرجن في هذا التوقيت بالذات، كما يجهن أصلا لما دخلن السجن المرة الأولى. يلاحق المملكة سجل حقوقي مثقل بانتهاكات حقوق الإنسان، وقد حشرت بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في زاوية الاتهام، ولم يعدم حلفاؤها قبل منتقديها نصيحة إلا وقدموها أن كف المظالم وأمسكي قبضة القمع. وينضم إلينا من دبلن عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني توقيت الاطلاع على هذه التقارير أو حتى طلب هذه التقارير يشير إلى تعمق الخلاف بين ولي العهد وبين الملك، كيف تقرأ التوقيت لناحية هذا الأمر؟ كبداية لا بد أن نشير أن التقارير قديمة التي تتحدث عن التعذيب في السعودية، فعندنا تقرير للدكتور محسن العواجي ثم تقرير حسن، وهذا الأخبار عن تقارير جديدة. أنا لا أتصور أنه يخفى على الملك أو على أي واحد في السلطة ما الذي يحدث من تعذيب داخل السجون السعودية، وهو ليس ممارسة جديدة مرتبطة بمحمد بن سلمان. أيضا لابد أن نشير هنا أننا نتحدث عن مساجين سياسيين، بمعنى أن السجن السياسي هو نوع من التعذيب، هو نوع من معاقبة الأشخاص على ممارستهم حق أصيل مرتبط بالإنسان منذ ولادته، فمن حق أي شخص أن يكون له حق التجمع السلمي، حق إبداء الآراء، وهذا ما يتم العقاب عليه. فاعتقال هؤلاء الأشخاص بتهم سياسية هي بداية التعذيب، فمن لا يستبيح اعتقالهم أيضا يستبيح تعذيبهم ويستبيح عدم معالجتهم أو يعني كما تحدث التقرير أنه هناك بعض الجروح حتى على أجسامهم لم يتم معالجتها مما أدى لالتهابها، يعني هناك تعذيب وهناك عدم متابعة طبية لهذا التعذيب. نعم. وفي الأخير سيد عبد العزيز، يعني هذه التقارير يعني محتواها مؤلم، والتفاصيل التي تعكسها تعكس حجم الوحشية الموجود داخل السجون السعودية، لكنها ليست أولى التقارير. رغم جميع التنديدات والمطالبات الحقوقية والدولية ما زالت المملكة السعودية تدير ظهرها لكل هذه النداءات والصرخات. هل تعتقد أن الكشف عن هذه التقارير سيكون أيضا دون جدوى أمام التصلب السعودي؟ طبعا نحن كنا نرى على
طول تاريخ السعودية، بالرغم معرفة الدول الغربية بالانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية، كان هناك دائما غض طرف أو محاولة تجاهل بسبب العلاقات الاقتصادية، بسبب بحثهم عن أموال السعودية السهلة التي ليس لديها برلمان أو جهات تراقب هذه الصفقات. فالسياسيين الغربيين كانوا يطمعون في أموالنا ولا يهتمون بنا كبشر يتم الانتهاك حقوقهم. طبعا هذه التقارير وفضح الدولة السعودية لدى الناخب الغربي، فالسياسي الغربي الذي لا يهتم بالأخلاقيات، ما يهمه الأكثر هو أصوات الناخبين. وهذه التقارير وهذا الفضح للممارسات السعودية تؤثر بشكل كبير على هؤلاء السياسيين، لأنهم لا يرغبون بفقدان الأصوات، لا يرغبون الظهور بمظهر من يتعاون مع فاشية أو يتعاون مع نظام لا يقيم أدنى احترام لحقوق الإنسان. فنعم لها تأثير، ورأينا التأثير الغربي في قضاء في الإفراج عن الناشطات الذي تم قبل أيام. نعم. ونتمنى أن يتم الإفراج عن الباقيات، وهذا كله بسبب الضغط الغربي على هذه الحكومة التي ليس لديها رقابة من الشارع، فليس هناك من يستطيع الرقابة عليها، ليس هناك انتخابات لتغييرها إذا المواطنين، ليس هناك طريقة لدى المواطن السعودي أن يبدي أي اعتراض على ممارسات الحكومة، والحكومة السعودية لا تهتم بالمواطن السعودي. المجال الوحيد للتحرك هو عن طريق الحكومات الغربية، وهو ما رأينا أثره في الأيام السابقة. شكرا جزيلا لك عبد العزيز المويد الناشط الحقوقي السعودي، كنت معنا من دبلن.